لينوفو ليجن واي 90 او واي 90 تليفون مخصص للجيمر بتنتجه شركه لينوفو جديد مواصفات جباره قدره هائله على اللعب بطاريتين واتنين مروحه للتبريد بروسيسور قوي شاشه قويه سعر متوسط وجميل جدا. ابقوا معنا لاستعراض التليفون الرائع وخليكم معنا لغايه نهايه الحلقه عشان تشوفوا المواصفات الجديده في التليفون الجديد اللي معنا لينوفو ليجن واي 90. ابقوا معنا. يا اهلا ويا مرحبا باجمل واحلى جمهور في الدنيا. اهلا بكم في حلقه جديده من حلقاتنا في قناه ثاندر للتكنولوجيا والمعلومات، ومع تليفوننا الجديد النهارده تليفون لينوفو ليجن واي 90. اعلنت شركه لينوفو مؤخرا عن التليفون الجديد بتاعها للجيمر او للناس اللي بتحب الالعاب، عن تليفونها الجديد ليجن واي 90 او واي 90. التليفون فعلا جاي بمواصفات قويه جدا. التليفون جاي بشاشه رائعه وبروسيسور رائع واتنين بطاريه وشحن سريع، غير ان نظام التهوية بتاعها مختلف بحيث ان هو مركب لها اتنين مروحة تقدر تبرد التليفون دوت وانت بتستخدمه للجيم. واحنا بنستعرض النهاردة التليفون مع بعضينا هبتدي اشرح جزء جزء في التليفون وهقول لكم ايه الاختلاف عنه عن اي تليفون تاني، لان هم اضافوا حاجات للتليفون ده بحيث ان هي تساعد المتخصص في الالعاب او الجيمرز عامة ان هو يقدر يمسك التليفون كأنه ماسك الدراع بتاع بلاي ستيشن ويقدر يلعب بالتليفون ده، غير ان هو يقدر يستخدمه بطريقه قويه جدا ويقدر يحط على الشحن ويتشحن بسرعه فما يضيعش منه بطاريه او ما يفقدش منه الطاقه، وفي نفس الوقت يقدر يستمر بنفس الكفاءه لغايه نهايه الجيم حتى لو الجيم عنده كبيره او قعد ساعات طويله على التليفون ده. طبعا زي كل مره انا ما بنساش افكركم ان انتوا قبل ما استعرض التليفون ما تنسوناش في السبسكرايب واللايك والشير في كل مكان لاصحابك لاهلك لاي حد حواليك، كومنت هرد عليك في ساعتها على طول. بشكركم جدا، احنا قربنا نقفل فعلا 1000 مشترك عشان اقدر افعل القناه، ناقص لسه نسبه المشاهده تعلى تعدي ال 4000 عشان ابتدي افعل القناه بقوه، عشان كده محتاجكم ان انتوا تشيروا الفيديو ده في كل مكان وفي كل حته. يلا بينا نبدا نسرد او نتكلم عن التليفون بتاعنا، وانتظرونا لغايه اخر الحلقه لان كل حته بتكلم فيه عن التليفون ده هتفيدكم جدا وهتشوفوا التغييرات اللي حصلت واللي طرقت عن التليفون ده. ابقوا معنا. التليفون مبدئيا كده سعره هيبقى في حدود 570 يورو، يعني بالمصري تقريبا قول 10000 ونص تقريبا. والتليفون ده فعلا سعره على فكره رخيص على قد القوه اللي جاي بيها والمواصفات التقيله قوي اللي جاي بيها اللي بتضاهي بل بتتعدى اقوى مواصفات لاي تليفون بريميوم في السوق دلوقتي. التليفون دلوقتي وانا بسرده جزء جزء كده هقول لكم ايه التغييرات اللي موجوده في التليفون ده. التليفون ده مبدئيا اعلنوا عنه في اول مارس وابتدى يطرح للبيع في 10 مارس 2022. ابعاد التليفون بتيجي ب 177 في 78.4 في 10.1 ملم. التليفون ده وزنه بيجي ب 252 جرام. مخصص التليفون انه يركب له شريحتين اتصال، غير ان هو بيلت ان لمروحتين للتبريد فيه. التليفون ده من ورا فيه شكل شيك كده او ديكوريشن فيه ان هو بينور الوان بسيطه بيسموه عندهم الار جي بي لايت بانل، وده بتدي شكل الوان وانت بتلعب. غير ان التليفون ده فيه 4 زراير من فوق اللي هم بيساوي تقريبا الزراير او اللي بتشوفها انت في دراع بلاي ستيشن، الزرارين اللي بيبقوا فوق محطوطين هم محطوطين فوق التليفون بالشكل اللي انتوا شايفينه في الصور او الفيديوهات ديت. التليفون بيجي بشاشه اموليد، السرعه بتاعت او الهرتز بتاعت التردد بتاع الشاشه 144 مش 120 زي في اي تليفون عادي، وبيدعم ال HDR 10 بلس، توصل درجة النتس بتاعته ل 1300 نتس في الشمعة. بنيجي نتكلم عن المساحة، المساحة كبيرة قوي لانه 6.92 لدرجة ان هو كده بيعتبر اكبر من السامسونج الـ S22 الترا. بنسبة استحواذ 81.9% بالنسبة للشاشة. ريزولوشن الشاشة دي
بيجي 1080 في 2460 بكسل بقوة 388. طبقة الحماية من الأمام والخلف هي كورنينج جوريلا جلاس فيكتس. بيجي بأندرويد 12 والواجهة بتاعته اسمها زد يو اي 13. بالنسبة للبروسيسور بتاعه طبعا هو لازم ينزل بأقوى بروسيسور، طالما احنا قلنا وبنتكلم عن حاجة كفائتها قوية للألعاب، فبينزل بكوالكوم سناب دراجون 8 الجيل الأول، وده احنا عارفين ان المعتمدية بتاعته 4 نانو متر، وده ثماني النواة او اوكتا كور. الكور الرئيسي بتاعه او الكاستم بتاعه بقوة 3 جيجا هرتز كورتكس اكس 2، ده المسمى بتاعه. الثلاث أنوية المتوسطة بقوة 2.50 جيجا هرتز كورتكس A 710، وده المسمى بتاعه. والأربع أنوية الموفرة للطاقة بقوة 1.80 جيجا هرتز كورتكس A 510، وده المسمى بتاعه. الجي بي يو أو وحدة الرسوميات بتيجي بمسمى أدرينو 730. التليفون ده ما فيهوش كارت ميموري، ولكن اتفرج على الذاكرة بتاعته اللي هقولها دلوقتي. بيجي بذاكرة 256 أو 640 جيجا معاه 18 جيجا بايت رام، موزعه كالاتي: 512 جيجا بايت يو اف اس و128 جيجا بايت اس اس دي، عشان تدي قوه وسرعه في البيانات اثناء دخولها او خروجها، اللي احنا بنسميه الاوت او الان. نوع الذاكره نفسها يو اف اس 3.8. بالنسبة للرامات اللي بتيجي مع ال 256، اما 12 جيجا بايت رام او اما 16 جيجا بايت رام حسب اختيار حضراتكم. التليفون ده بيجي بكاميرتين طبعا، لان هو مش مخصص للتصوير، هو مخصص للجيم، ولكن الكاميرا الرئيسية الواي بتيجي بقوة 64 ميجا بايت، العدسة فتحة عدسة 1.9، اما الكاميرا الالترا وايد او الزاوية العريضة بتيجي بقوة 13 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.2. بالنسبة للفلاش هي فيها 2 فلاش بيدعم تصوير البانوراما والاتش دي ار، الفيديو 8 كي ده قوه التصوير وبفريمات 24 فريم بير سكند، و4 كي بفريمات 30 و60 فريم بير سكند. نيجي بالنسبه للكاميرا السيلفي، وهي بتبقى بوب اب، يعني بتطلع كده من الوسط وانت ماسك التليفون زي ما موجود في الفيديوهات اللي انا بستعرض بيها في الفيديو بتاعنا او الحلقه بتاعتنا، بس بتبقى بقوة الكاميرا دي بقوة 16 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.2، بتدعم تصوير الـ HDR برضو والبانوراما، وتصوير الفيديو بتدعم لغاية 4K بفريمات 30 و 60 فريم بير سكند. بالنسبة لللاود سبيكر أو السبيكرز عامة اللي موجودة في التليفون، فطبعا حدث ولا حرج ده عشان للجيمر، ولكن الصوت بيبقى ستيريو ومفيش للأسف جاك اللي هو 3.5 بدعم في التليفون دوت. وحدات الكوميونيكيشن اللي احنا بنستعرضها: الواي فاي باحدث حاجه، البلوتوث طبعا 5.2، الجي بي اس موجود طبعا والدول باند، اما الان اف سي فموجوده ولكن الراديو ما فيهوش راديو، اليو اس بي بتاعه لان هو فيه 2 يو اس بي للشحن، اليو اس بي الاولاني 3.1 وده يعتبر الجيل الثاني، واليو اس بي الثاني تايب سي برده 2.0، والتليفون ده معروف ان هو بيشحن طبعا عن طريق 2 كيبل او 2 شاحن عشان يدي اداء وقوه وسرعه في الشحن بسرعه جدا. بالنسبه للبصمه فهي البصمه اوبتيكال تحت الشاشه وفيها جميع السنسورز الموجوده. بالنسبه للبطاريه فهو موجود بطاريتين، قوه البطاريتين 5600 ملي امبير، يعني تقريبا البطاريه الواحده بتبقى 2800 ملي امبير. بقوه شحن او فاست شارجنج بيجي معاه 68 واط، بيشحن 100% في 35 دقيقه بالظبط. ومعروف ان طبعا كل بطاريه عندها المروحه بتاعتها او الفان اللي هي بتقدر تهوي وتقدر تنزل الحراره جامد جدا من التليفون زي ما موجود عندنا في الفيديوهات اللي انا بستعرضها في الحلقه بتاعتنا. الالوان اللي موجوده منه هو الالوان البلاك او المايل او الزرقان، والجري اللي هو ميال للفضي شويه. السعر تقريبا المبدئي 570 يورو، يعني تقريبا بالمصري حوالي 10,000 وشويه، وده سعر قصاد الامكانيات القويه اللي موجوده في التليفون، تعتبر سعر بسيط جدا جدا جدا. يا رب نكون استعرضنا في الدقائق القليله دي التليفون تفصيليا، ولو طبعا توفر طبعا في مصر هنخاطب الشركه بحيث انها تجيب لنا التليفون ده نقدر نستعرضه انبوكسنج وريفيو كامل. دعمونا طبعا، مش هنسى اقول لكم الحته ديت مهم جدا، دعمونا بالسبسكرايب اللايك الشير في كل مكان لو سمحتوا، انا عايز الفيديو يوصل لاقصى عدد عشان نعمل نسبه مشاهدات عاليه عشان اقدر افعل القناه. الكومنت وبرد عليكم طبعا على طول في اي وقت، تنورونا يا احلى مشاهدين واعز جمهور عندي.
شكرا جدا لوقتكم الغالي دوت، وسلام عليكم.